مبالغ ضخمة تكبدتها الخزينة العمومية خلال السنوات الأخيرة بسبب خسارة قضايا تحكيم دولية تتعلق بالنزاعات الاستثمارية، رقم لازال في ارتفاع مستمر. إن أقر قانون المالية التصحيحي لعام 2023 تسجيل ما قيمته 1.3 مليار دولار كتعويضات لصالح الشركات الأجنبية جراء إخلالات في كيفيات وجود الصفقات. هناك مبلغ مهول هو في حوالي 18.22 مليار دينار، يعني مبلغ يمثل تعويضات من الخزينة العمومية بالنسبة لخسائر القضايا بالنسبة للتحكيم الدولي. هذه المبالغ المالية المفروض أنها يعني تسدد وأن توجه لخدمة المواطن، لخدمة الوطن، لخدمة التنمية المستدامة، لخدمة الجزائر العميقة التي لا زالت تعاني. فهذه المبالغ عوض توجه لخدمة المواطن أصبحنا نوجهها إلى هذه الهيئات الدولية. مبالغ ضخمة تذهب لصالح الشركة الأجنبية، واقع يتطلب وضع سياسة جديدة من أجل مراجعة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار المبرم بين الجزائر ودول أخرى. يعني تأسيس وخلق لجان إن شاء الله تكون غير لجان تستعين بذوي الاختصاص والخبرة من أجل يعني تكون الفائدة أعم إن شاء الله، ونتفادوا التسيير السيء والتراكمات نتاع الماضي القريب كما نقولوا. على كل حال الاستثمار نحن نشجعه، ولكن يجب إعادة آليات الاستثمار عن طريق إنشاء هيئات تتحكم وتساعد في الاستشارة في التحكيم الدولي بالمصالحة الودية حتى نلتجئ إلى القضايا فيما بعد للمنازعة الدولية. احنا طالبنا كذلك في إعادة مراجعة كل الآليات نتاع التسجيل، طريق خلق أجهزة استشارية مسبقة يعني تتعاون مع كل الهيئات التي يعني تبرم اتفاقية دولية باش نحافظوا على المصالح الاقتصادية للدولة الجزائرية. إنشاء هياكل جديدة على مستوى وزارة المالية للتكفل بإجراء التسوية الودية للنزاعات مع المستثمرين الأجانب وتمثيل الدولة أمام محاكم التحكيم الدولي مع استحداث اللجنة العليا للتحكيم الدولي كهيئة استشارية، خطوة من شأنها الحد من نزيف الأموال تحت غطاء خسائر الشركات في القضايا الدولية.